يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فإن من أعظم الأبواب والمداخل التي يسلكها الشيطان يا عباد الله لإغواء ابن آدم وإضلاله باب طول الأمل ومدخل التسويف، وهو ناجم عن حب الدنيا إذا طغى على قلب الإنسان. فإن العبد إذا طال أمله سوف في عمله وعمر دنياه وخرب أخراه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شاباً في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وقد أورد البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق باب من بلغ 60 سنة هذا الحديث، ومعناه أن قلب الكبير الإنسان مهما يكبر فإن الحب الدنيا وطول الأمل يبقى في قلبه شابا، أي وكأنه لا يكبر معه، فيصير طول أمله لا ينقطع، وكأنه يعمر في هذه الدنيا ويخلد فيها، فيطيل الأمل ويكثر التسويف ويقل عمله. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الرقاق باب من بلغ 60 سنة، وفي كتاب الزكاة باب كراهة الحرص على الدنيا. وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله ودقيق فهمه وترتيبه وعبارته. وأورد البخاري أيضا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا مصداق قوله تعالى: من كان يريد الآخرة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، من كان يريد الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
فكونوا يا إخوتي من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، كما أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله قوله: نهارك ضيفك فأحسن وفادته وأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذلك ليلتك. وذكر بعض أهل الأدب أثرًا جاء فيه أنه قد وجد مكتوبًا في حجر: يا ابن آدم، لو رأيت يسير ما بقي من أجلك لزهدت في طويل ما ترجو من أملك، ولرغبت في الزيادة في عملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولا قصرت من حرصك وحيلك. وإنما يلقاك غدا، ندمك، لو قد زلت بك قدمك، أسلمك أهلك وحشمك، وتبرأ منك القريب، وانصرف عنك الحبيب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال ابن عمر رضي الله عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. كل ذلك يا إخوتي في ذم تطويل الأمل والتسويف وتقصير العمل، كل ذلك ينهى عنه أصحاب رسول الله، ينهى عنه الله ورسوله وصحابته صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عن صحابته. ففي هذا الحديث يا إخوتي الذي ورد عن ابن عمر بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم غريب عن موطنه الأصلي، ألا وهو الجنة التي أخرج منها أبوه آدم، فهي الموطن الأصلي للمؤمن، فلا بد أن يجتهد المؤمن ليعود إلى هذا الموطن، وأن يحرص على استغلال عمره وجهده في تحصيل ذلك. وكان عطاء السلمي رحمه الله وهو من السلف يقول في دعائه: اللهم ارحم في الدنيا غربتي، وارحم في القبر وحشتي، وارحم موقفي غدا بين يديك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة رضي الله عنهم قصر أجل الإنسان وقصر عمره مع طول أمله، مستعينا بذلك بالرسم على الأرض. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. وقال: هذا الانسان، اي النبي صلى الله عليه وسلم، خط خطا مربعا هكذا ووضع فيه نقطة، وقال: هذا الإنسان، وأخرج من هذه النقطة خطًا خرج به خارج هذا المربع، وضع في جزء من هذا الخط الوسطي وضع فيه بعض الخطوط، وفي الجزء الخارج من هذا الخط وضع فيه خطوطًا أخرى، أما التي في الداخل فهي الآفات والأعراض التي تعترض الإنسان في حياته، وأما الخطوط التي في الخارج فهي أمل الإنسان، أمل الإنسان خارج عن أجله، لأن المربع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأجل امتع الإنسان، والأمل امتع الإنسان أطول من الأجل امتع الإنسان، يبدأ يؤمل ويؤمل ويؤمل وكأنه وهو غافل عن أجله، والأجل محيط به من كل مكان، يقول: لا توا بندير كذا، توا العام الجديد بندير كذا، توا غدوة بنصلي، توا معيد شي شهر رمضان نتوب، توا منتصدق، فهمت كيف؟ ولا ولكن الله سبحانه وتعالى جعل له أجلا محددا، هذا الأجل يحيط به من كل جانب، فيغفل كثير من الناس. والكيس يا إخوتي من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، ويقول الله سبحانه وتعالى في حال الرجل إذا حضر أجله، يقول:
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها هذا المربع الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فأجل الإنسان محدود حدده الله سبحانه وتعالى فلا يطيلن العبد أمله لأن أجله قد يحضر بين عشية وضحاها والموت أقرب للعبد يا إخوتي من شراك نعله فهذا الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أجل الإنسان وعمره وأمله ويصف فيه ما يعترضه من الآفات والأعراض فكن يا أخي مجتهداً في هذه الدنيا ولا تطيلن الأمل ولا تكثر التسويف وبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وبالأعمال الصالحة يقول الشاعر الحكيم إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل فإياكم يا عباد الله من طول الأمل والتسويف فإنه يورث سوء العمل بل ويفتح للشيطان بابا آخر ألا وهو باب الحرص والحرص مفسدة للدين أي مفسدة لأنه يجعل العبد في انهماك وشغل بالدنيا يورثه ذلك غفلة يورثه ذلك غفلة عن لقاء الله وإعداد العدة من العمل الصالح للآخرة يقول تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وفي الحديث عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه رواه الترمذي وقال حسن صحيح وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال والحرص على المال يقصد في هذا الحديث الذي هو مورث عن التسويف وطول الأمل وقلة العمل حتى متى أنا في حل وترحالي وطول سعي وإدبار وإقبالي ونازح الدار لا أبقيك مغتربا عن الأحبة لا يدرون ما حالي بمشرق الأرض طورا ثم مغربها لا يخطر الموت من حرصي على بالي ولو قنعت أتاني الرزق في دعة إن القنوع الغنى عن كثرة المال بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. أما بعد عباد الله، ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال القرطبي أبو العباس صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم، وهو شيخ القرطبي صاحب التفسير، معنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى النفس، وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع وعظمت وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لحرصه، فإنه يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال لدناءة همته وبخله، ويكثر من يذمه من الناس، ويصغر قدره بينهم وعندهم، فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل. والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعاً بما رزقه الله، لا يحرص على الازدياد لغير حاجة، ولا يلح في الطلب، ولا يلحف في السؤال، بل يرضى بما قسم الله له، فكأنه واجد أبدا. أما المتصف بفقر النفس على الضد منه يكون على الضد منه، لكونه لا يقنع بما أعطي، بل هو أبدا في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه، ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف، فكأنه فقير من المال لأنه لم يستغن بما أعطي، فكأنه ليس بغني. ثم غنى النفس يا عباد الله إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره، علما بأن الذي عند الله خير وأبقى، فهو معرض عن الحرص والطلب. وما أحسن قول القائل: غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة، فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا. هذا يا عباد الله، وأكثروا من التوبة والذكر والاستغفار، والصلاة والسلام على سيد الأبرار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين وأمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالصهاينة واليهود ومن والاهم يا قوي يا متين. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم وبمن شايعهم وأعانهم وأمدهم بالسلاح يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم صنعك فإنهم لا يعجزونك، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا من لك القدرة والكبرياء والجبروت والعزة، انصر أهلنا في فلسطين وغزة. اللهم يا من لك القدرة والجبروت والكبرياء والعزة، انصر أهلنا في فلسطين وغزة. اللهم يا من لك القدرة والجبروت والكبرياء والعزة، انصر أهلنا في المسجد الأقصى وبيت المقدس وفلسطين وغزة. اللهم كن لأهل غزة المظلومين المكلومين الذين خذلهم الناس يا رب العالمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عرايا فاكسهم، عطاشا فاسقهم، مشردون فآوهم، انقطعت الحبال لهم إلا حبلك الذي لا ينقطع يا رب العالمين. اللهم يا عظيم الرجاء، اللهم يا رب الأرض والسماء، اللهم يا رب امدد المجاهدين بمدد من عندك.
اللهم انصرهم بجند من جندك، اللهم سدد رميهم، ثبت أقدامهم، اجعل عدوهم غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم امددهم بملائكتك وجبريل وإسرافيل وميكائيل، اللهم تخطف طائراتهم في سمائك يا ذا القوة والجبروت والملكوت يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، والي الغيث علينا واجعلنا من الشاكرين. اللهم والي الغيث علينا واجعلنا من الشاكرين. اللهم والي الغيث علينا واجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. بادروا يا إخوتي بكثرة الصدقة والجهاد في سبيل الله بالمال، فهذا هو المتاح، فلا تقصروا في هذا، فإن الجهاد بالمال يا إخوتي من أعظم أنواع الجهاد، ولو كان ذلك يسيرا، كما لا تبخلوا بالوقوف ولو لربع ساعة أو نصف ساعة نصرة لإخوتكم في غزة المظلومة المكلومة، فإن الله سبحانه وتعالى ينصر بالضعفاء من عباده عباده المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.